بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي في الله في هذا اللقاء من هذا الشهر الكريم، والله أسأل أن يعيننا وإياكم فيه على صيامه وقيامه، وأن يجعلنا وإياكم فيه من المقبولين، وأن يجعلنا وإياكم فيه من عتقائه من النار ومن الفائزين بالجنان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قد تكلمنا في درس الأمس في هذه الدروس في هذا الشهر الكريم حول قصص الأنبياء والمرسلين، ذكرنا قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، أو بدأنا في الكلام في قصة يوسف عليه السلام، وقلنا ابتداء قصة يوسف تكون من بداية قصة أبيه يعقوب عليه الصلاة والسلام، كيف أنه خرج من ديار أبيه في بيت المقدس وذهب إلى حران حيث خاله لابان، وتزوج فيما بعد من ابنة خاله الأولى ليا الكبيرة، ثم تزوج بعد 7 سنوات أخرى من ابنة خاله الصغرى راحيل، ورزق بعد ذلك ب10 من الولد، 6 من زوجته ليا، و2 من جاريته، من جارية زوجته راحيل، و2 من جارية زوجته ليا، ثم بعد ذلك بعد فترة من الزمن رزقه الله عز وجل من زوجته راحيل بيوسف وأخيه بنيامين عليه السلام. ثم عندما عاد إلى حيث أبوه إبراهيم إسحاق عليه السلام في بيت المقدس وبنى المسجد الأقصى، ثم بعد ذلك صار يوسف فتى عليه السلام، وكان يعقوب يحبه حبا عظيما، وأدى ذلك إلى أن وقعت الغيرة والحسد في قلوب إخوته، إخوة يوسف. ثم بعد ذلك الرؤيا التي رآها يوسف عليه الصلاة والسلام، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، فنهاه أبوه كما ذكرنا أن يقص هذه الرؤيا على إخوته حتى لا يكيدوا له كيدا. ثم بعد ذلك هم إخوة يوسف بقتله، فقال أحدهم وهو يعني أحناهم على يوسف وأتقاهم لله تبارك وتعالى، قالوا لا تقتلوا يوسف وألقوه في غابة الجب، وفعلا راودوه عن أبيه فأخذوه معهم ثم ألقوه في غيابة الجب. غيابة الجب هي صخرة في قلب البئر، هي التي ينزل عليها الذي يريد أن يستقي الماء، ولكن إذا قل الماء ونقص مستواه أو منسوبه في البئر فصار شحيحا، فيحتاج إذا ألقي الدلو لا يقع في الماء لقلة الماء، فينزل أحدهم ويقف على هذه الصخرة في قلب البئر ثم يستقي الماء، يضعه في الدلو ثم يشده الذي في الأعلى. فهذا المقصود غيابة الجب، أي هذه الصخرة التي في قلب البئر. وفعلا أنزل يوسف بعد أن نزع قميصه، ووقع ما وقع منهم أنهم يعني لطخوه بدماء شاة، وعرف يعقوب عندما عادوا إليه بعد نهاية اليوم يبكون، عرف يعقوب عليه الصلاة والسلام كيدهم، قال والله إنه لذئب حليم، كيف أكل يوسف ولم يمزق قميصه. كانوا إخوة يوسف، وتوقفنا عند هذا، كان إخوة يوسف في كل يوم يأتونه يراقبون البئر من بعيد، يريدون أن يعرفوا مصير أخيهم، حتى جاءت سيارة، والسيارة هي القافلة، مروا بهذا البئر فأرسلوا واردهم الذي يرد لهم الماء ويستقي لهم من البئر، خادم عندهم. فعندما ألقى الدلو في هذا البئر تعلق به يوسف، وكان فتى صغيرا، ثم خرج يوسف مع الدلو، فرآه هذا الغلام فصاح وقال يا بشراي، يا بشارتي، استبشر بهذا الغلام الجميل، لأنه يعد ثروة سيباع. عندها خرج إخوة يوسف لأنهم كانوا يراقبون الموقف من بعيد، خرجوا وقالوا للقافلة هذا عبدنا، هذا عبد عندنا، وهذه مصيبة أخرى وجريمة أخرى في حق يوسف عليه الصلاة والسلام، هو الكريم وابن الكريم ابن الكريم عليه الصلاة والسلام، وهو الحر عليه الصلاة والسلام، وهذه من أعظم الجرائم وأقبحها
أن يباع الإنسان عبداً وأن يسترق بعد أن كان حراً، ولكنه كان صغيراً وخائفاً فلم يستطع أن يفصح، ما استطاع أن يقول لهم يكذبون، وحتى لو قال هذا الكلام لا شك أنه مكذب وهم مصدقون. فقالوا نشتريه، فباعوه بثمن بخس كما قال الله تبارك وتعالى، قال وشروه أي باعوه بثمن بخس وكانوا عليه من أو كانوا فيه من الزاهدين، دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، دراهم معدودة تعد لقلتها، دراهم بعد مدنانير، لأن الدينار ذهب والدرهم فضة، فالدينار 1000 درهم، شوف يعني ثمن بخس. باعوا هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، هم ما أرادوا الثمن وإنما أرادوا أن يتخلصوا منه، فلذلك كأنهم خشوا لو غالوا في الثمن أن تمتنع هذه القافلة عن شرائه، فلذلك أرخصوا في ثمنه وزهدوا في ثمنه ليشترى بأي ثمن حتى يؤخذ معهم ويبعد من هذه الديار، هذا الذي أرادوا ولا ما أرادوا المال. قال وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكان في من الزاهدين، قيل أخذوا ثمنه 10 دراهم فقط، 10 دراهم، فاقتسم كل واحد منهم درهم درهم، فأخذوه هؤلاء يعني القافلة وسارت بها، وكانت القافلة متوجهة إلى مصر. فعندما أتت هذه القافلة لمصر عرض يوسف عليه الصلاة والسلام في سوق العبيد، فكان يعني العادة عندهم أن رجال الملك أو رجال الخدم الكبراء والأمراء والأغنياء يعني يذهبون في الأسواق يتلمسون، خصوصا أسواق النخاسة حيث ينتقون العبيد والجواري لهم. فمروا بهذا السوق الذي يباع فيه يوسف عليه الصلاة والسلام، وأعجب لا شك أن كل من رأى يعني أخذ يوسف بمجامع قلبه، يعني كفلقة القمر عليه الصلاة والسلام، وأنه ظهرت عليه محيا أنه كأبناء الملوك عليه الصلاة والسلام. فشراه عزيز مصر، عزيز يعني مثل رئيس مجلس الوزراء، يعني كان النظام فيما يظهر من هذه القصة كان النظام المتبع في مصر النظام الملكي، مثل بريطانيا الآن، شلون بريطانيا ملكة لكن لا تش ولا تنش، يعني من حيث الأمور الحكم والقوانين ما لها علاقة، فقط هي رمز يتوارثونه في بريطانيا، لكن من بيده مقاليد الأمور رئيس مجلس الوزراء، فهذا هو النظام الملكي. فكذلك كان في مصر آنذاك، كان الملك مجرد صورة، والذي يتولى مقاليد الأمور في مصر هو عزيزها وهو رئيس مجلس الوزراء. فهذا العزيز هو الذي اشترى يوسف عليه الصلاة والسلام، وأيضا أعجب به كغيره عندما يرون يوسف عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال الله تبارك وتعالى وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا يكون لنا خادما معينا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا كان عقيما. قال تبارك وتعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن من هنا بدأت قصته ورحلته، تستطيع أن تقول رحلة المعاناة التي سيخوضها يوسف عليه الصلاة والسلام، وسيمر بهذه الأحداث الجسيمة في مصر مع تحديدا في بيت العزيز وما سيجري له عليه الصلاة والسلام، وكل ذلك بأمر الله وتقديره، فإن الله إذا أراد شيئا هي أسبابه. بلغ يوسف سن الرشد واشتد عوده ولا يزداد مع الأيام إلا جمالا وحسنا صلوات ربي وسلامه عليه. قال الله تبارك وتعالى ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين.
قال تبارك وتعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. امرأة العزيز واسمها زليخة راودت يوسف عن نفسه. وذكر أهل العلم أن عمره كان 17 سنة، أن عمره كان 17 سنة عليه الصلاة والسلام، كان شابا وهو خادمها. ولكنها رأت ما لا صبر لها عليه لجماله وحسنه عليه الصلاة والسلام. فكان من المفروض من هذه المرأة أن تتقي الله عز وجل، وأن تغض بصرها، وأن تسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلبها وأن يحصن فرجها. نقول هذا الكلام لأن بعض الناس قد يسول له الشيطان الرجيم الوقوع في الفاحشة، ويستدل بما وقع لامرأة العزيز. يقول: يا أخي أنت ترى ما لا صبر لك عليه. فيبدأ يبرر له الوقوع في الفاحشة. هذا كلام غير صحيح، غير مقبول أبدا. بل على الإنسان إذا تعرض للفتن أن يغض بصره، وأن يسأل الله تبارك وتعالى يطهر قلبه، وأن يحصن فرجه، وأن يحبب إليه الحلال، وأن يبغض إليه الحرام، وأن يسد هذه الأبواب المفضية، وأن يبتعد عن أسباب الفتن ومواطن الشبهات. هذا الذي على المسلم. أما أن يتعرض وأن يستشرف للفتن ثم يقول: والله ما لم أستطع، ويقع فيها، هذا غير معذور. فلذلك عندما نقول أو يقول العلماء بأن امرأة العزيز وقعت في هذا لأنها رأت ما لا صبر لها عليه، لا يعني ذلك أنهم يسوغون لها الوقوع في في في, في الفاحشة. كالمفروض كما ذكرت لكم. طيب، المهم أنها استقر حب يوسف عليه الصلاة والسلام في سويداء قلبها، فراودته. قال تبارك وتعالى، وذكر القرآن لنا سورة، يعني صورة عظيمة، تصوير بليغ لما وقع بين يوسف وهذه المرأة. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. قالوا بأنه كانت 7 دهاليز ممرات، لأن قصر كبير. هذه كما يقولون بالتعبير المعاصر سيدة مصر الأولى، امرأة العزيز، حاكم مصر، فكيف يكون قصرها عظيما ولا شك، وعندها من الخدم والحشم والجواري الكثير، وعندها من الغرف الكثير أيضا. فكانت كلما دخلت دعت يوسف عليه السلام، وهذا أمر غير مستغرب، امرأة تدعو خادمها، فما في أحد يستغرب يعني. فدعته فجاء خلفها يظن أنه تريد حاجة معينة من حاجيات الخدمة. فكلما دخلت إلى ممر ودهليز أغلقته. قيل أنها أغلقت 7 أبواب. وتأمل في لفظ القرآن الكريم: وغلقت الأبواب. وأهل اللغة يقولون بأن الألفاظ قوالب للمعاني، فإذا كان اللفظ كان سهلا يسيرا دل على سهولة المعنى، وإذا كان اللفظ فيه شيء من التشدق والتشدد انعكس ذلك على المعنى. فلو قال الله تبارك وتعالى سبحانه، أو يعني لو كان لفظ بدل غلقت وأغلقت، ما تحس في فرق بين قوله، أو بين قولي لو قلت لك أغلقت الأبواب وغلقت الأبواب؟ في فرق. أغلقت الأبواب يعني ممكن باب بابين، لكن عندما غلقت أحكمت تغليق الأبواب 10 مرات، تقفل وتسكر بقفول أخرى حتى انتهت إلى خدرها ومخدعها، إلى حجرتها، ثم تهيأت له وكانت امرأة جميلة. وقد يقول قائل: وش درك أبو محمد، شفتها؟ لا، ما شفتها، أنا لم أولد في تلك الأثناء.
ولكن من الطبيعي أنها امرأة العزيز، يعني عزيز مصر الذي تحته الجنود والبنود والأموال، فمن الطبيعي أنه لا يتزوج إلا أجمل النساء. وهذا سبحان الله الذي أيضا يظهر من قول يوسف عليه الصلاة والسلام فيما بعد: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فلو كانت هذه المرأة قبيحة، القبيح بطبيعة الإنسان ينفر، ما عنده مشكلة، ولا يظهر هنا الابتلاء الحقيقي ليوسف، إذ أن كل امرأة قبيحة سينفر منها غالب الناس. لكن أين الابتلاء إذا كانت امرأة ذات جمال ومال فتدعوه فيقول إني أخاف الله؟ فكانت امرأة بارعة الجمال، فتزينت له وتهيئت له وأظهرت مفاتنها، ثم جلست على سريرها في غرفتها وقالت له: هيت لك، أي طلبت منه أن يفعل بها الفاحشة. قال يوسف عليه الصلاة والسلام: معاذ الله، معاذ الله، أعوذ بالله وأعتصم بالله أن أقع في هذه المعصية. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. طبعا كما تعلمون إنه ربي، هذا الضمير يعود، اختلف المفسرون على قولين مشهورين: إنه ربي، هل المقصود ربي يعني الله تعالى الله وتقدس، إنه ربي أحسن مثواي أي أحسن رعايتي وحفظي، فكيف أعصي؟ وقال آخر: إنه ربي أي سيدي، لأن الرب في اللغة تطلق على السيد، يقال: من رب الدار، من رب الدابة، أي سيدها ومالكها. فقصد هنا ربي أي سيدي، زوجك أحسن مثواي، أكرمني وأطعمني وكساني بعد الله عز وجل وأسكنني في داره، فكيف أخونه في عرضه وفي زوجه؟ قال: إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، همت به. طبعا هنا كلام قبيح جدا في كتب أهل الكتاب، قبيح جدا، يعني تصوير سيء، وهو قطعا مرفوض. كما قلنا في بداية هذه الدروس أن ما يلقى، ما يعني يؤخذ من، أو ما يورد، ما نقرأه من كلام أهل الكتاب يعرض على الكتاب والسنة، أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى، فما كان يعارضها يرد. ففي بعض التفاصيل القبيحة أنه فعل كذا وكذا ونزع ثيابه، وكل هذه يعني أمور قبيحة جدا، وما تذكر من قصة حتى موجودة في بعض كتب التفسير وللأسف، وهذا مما دس من الإسرائيليات المكذوبة المردودة في كتب أهل العلم، من أنه يعني كاد أن يفعل بها، أو نزع ثيابه وهم بها، يعني هم أن يقع بها، فرأى صورة أبيه فاستحيا. طيب، كل إنسان، بل أفجر عباد الله لو رأى صورة أبيه ماثلة أمامه وهو يعظه سيقلع، فأي فضل ليوسف؟ بل هذا ذم له عليه وحاشاه عليه الصلاة والسلام. كل ذلك مردود وباطل وكذب وافتراء، ولا يليق بمقام النبوة. بل المقصود والله أعلم: ولقد همت به وهم به، همت به أن تضربه، يعني أن تجبره على أن يفعل بها الفاحشة. قال سبحانه وتعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني هم أن يضربها دفاعا عن نفسه، لولا أن رأى برهان ربي، أن الله عز وجل ألهمه أن لا يفعل هذا الأمر. يعني كأنه في هذه اللحظات السريعة المتسارعة هم أن يضربها، ولكنه ألهمه الله وحكم عقله ورأى أن من الحكمة أن لا يضربها، لأنه لو ضربها ستثبت عليه الجريمة، أن هو الذي أراد أن يغتصبها. فبما أن الله عز وجل عصمه من ضربها، هنا ليس عليه دليل، أو ليس هناك دليل يدل على أنه عليه الصلاة والسلام حاول أن يراودها عن نفسها. المهم، هذا هو المقصود: الهم،
همت به أن تضرب وهم بها أن يضربها، ولكن الله عز وجل ألهمه وهداه أن يمتنع عن ذلك. قال لولا أن رأى برهان ربي كذلك صرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، صرفت عنه السوء. قال سبحانه وتعالى كذلك لنصرف عنه السوء. شوف حفظ الله عز وجل لعباده. وهذه ثمرة الطاعة أيها الإخوة، هذه ثمرة من ثمرات الطاعة، أن الإنسان إذا كان مطيعا لله عز وجل مخبتا عابدا له سبحانه وتعالى في جميع أحواله، فإذا ما أتت مثل هذه الأحوال وهذه الظروف التي تتعرض له الفتن، سواء فتنة النساء، فتنة المال، فتنة المنصب، أي فتنة، فتن كثيرة أعاذنا الله وإياكم منها، فإذا تعرضت له هذه الفتن وكان على وشك السقوط لضعفه تداركته رحمة أرحم الراحمين. لماذا؟ إنه كان من عبادنا المخلصين، إنه كان مستقيما على طاعة الله، فعصمه الله وصرف عنه السوء. لاحظ، ليس يوسف الذي انصرف، السوء الذي صرفه الله عز وجل لأنه من عبادنا المخلصين. قال واستبق الباب، بعد هذه الهوشة والنجرة والمدافعة أراد أن يفر عليه الصلاة والسلام، ففي لحظة فراره وأرادت هي بطبيعة الحال أن تمنع من الفرار حتى لا تفتضح، فأمسكته من قميصه، ولسرعته قد قميصه مزق من الخلف، أرادت أن تجذبه ولكنها ما استطاعت لسرعته ولجذبته، فقد قميصه تمزق. في هذه اللحظة فتح الباب وإذا هو بعزيز مصر وجها بوجه. عندها انظر سبحان الله إلى كيد النساء، في هذه اللحظات قلبت المسألة رأسا على عقب، قلبت المسألة رأسا على عقب تماما، فأظهرت لزوجها أنها هي المظلومة، هي المعتدى عليها، وأن يوسف حاول أن يغتصبها، حاول أن يراودها عن نفسها. فقالت مباشرة له: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، يعني الفاحشة، إلا أن يسجن أو عذاب أليم. هنا يوسف عليه الصلاة والسلام وهو الكريم ما أراد في 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 يعني بادي الرأي ما أراد أن يتكلم، أراد أن يسر الأمر، ولذلك لم يبادر بالشكوى إلى العزيز، هي التي بادرت، وإلا هو كانت نيته أن يسكت وأن يستر الأمر كأن شيء لم يكن، وهذا من أخلاقه، ولكن بما أنها اتهمته فلا بد أن يدافع عن نفسه، فقال هي راودتني عن نفسي، فاختصم: لا أنت، لا أنت، أنت، أنت. تكلم رجل حكيم من أهلها، من أهل هذه المرأة، قال: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت، نرى قميص يوسف إذا قد من إذا مزق من الأمام كلامها صحيح، هو الذي أراد أن يراودها أن يراودها وأن يأخذ منها يعني الفاحشة، فدفعته فمزقت قميصه. وإن كان قميصه قد من دبر، يعني مش من المعقول بعد أن يراودها وهو يرجع إلى الخلف، فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكم. القائل هنا عزيز مصر، عندما رأى هذه الخصومة وكيف قضى هذا الرجل الحكيم، وظهرت براءة يوسف وجرم زوجته، أراد طبعا أن يعني السكوت السلامة، أو السلامة في السكوت، فضيحة. قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. ثم قال عزيز مصر، قال يوسف: أعرض عن هذا، خلاص انسى الموضوع، سكر الموضوع كأن شيء لم يكن، برمي الفضايح، يوسف أعرض عن هذا. ثم التفت إلى زوجته وقال: واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. قال أهل العلم إن أهل مصر كانوا في ذلك الزمان
يعبدون الأصنام، ولكنهم كانوا يعتقدون بأن الذي يغفر الذنوب هو الله، فلذلك قال واستغفر ذنبك إنه فاستغفر ذنبك إنك كنت من الخاطئين. طبعا انتهت هذه الحادثة وهذه التجربة المريرة أو التجربة المريرة التي مر بها يوسف عليه الصلاة والسلام. صحيح أن الأمر يعني تداركه عزيز مصر، والقضية يعني كما يقال لملمت أطرافها، ولكن سبحان الله يعني ما يقع في البيوت مصيره إلى أن يخرج إلى الناس، خصوصا إذا كان في البيوت خدم. غالب من يخرج أسرار البيوت إلى الخارج الخدم، وخصوصا الأسرار المتعلقة بالزوجين. فلذلك على المسلم أن يحرص حقيقة، يحرص وأن يجعل صلاحيات الخادمة أو الخادم محدودة، يعني غرفة النوم ما تدخل أبدا، هذه من وظيفة المرأة، حتى لو كانت المرأة عندها عشرات الخدم، إلا أن تكون في ظرف صحي هذا أمر آخر، لكن الأصل هذه مملكتها وحجرتها ومخدعها، لا تسمح لكائن من كان أن يدخلها كما تفعل بعض النساء، ولا حول ولا قوة بالله، يعني تدخل الخادمة إلى خصوصيات الزوج، وهذه من المصائب حقيقة. المهم، على شدة حرص العزيز على كتمان هذا الموضوع، إلا أن هذا الخبر وهذه القصة تسربت إلى خارج قصر العزيز عن طريق الخدم، الله أعلم، لكن هذا اللي يظهر في الغالب يكون عن طريق الخدم. فعلمت بعض النساء زوجات الكبراء والأغنياء والسادة والوزراء، كما يقال الطبقة المخملية هذه، علمنا بهذه القصة. وفي الأعم الأغلب النساء في هذه الطبقة في الغالب، ما نقول دائما، أقول في الغالب يكون بينهن من الغيرة ما الله به عليم، تغارك واحد من الثانية، وكل واحدة تريد أن تظهر عيب الأخرى وأن تظهر فضلها على الأخرى. فكانت امرأة العزيز، يعني كما نقول بالعامية، شايخة عليهم امرأة العزيز، يعني هؤلاء مهما كنا يبقين دونها في المستوى، تبقى هي العليا. فكانت الغيرة يعني في نفوسهم، ويتربصون أدنى الفرص للنيل من امرأة العزيز لإسقاط من مكانته، فوجدوا من هذه القصة الفرصة الذهبية التي لن تعوض. وفعلا ما إن وصل الخبر إليهن حتى جلسنا شاي الضحى، ترى عندهم شاي الضحى قبل، شاي الضحى والجلسات النسوية هذه، فأخذنا يتكلمنا في امرأة العزيز. قال الله تبارك وتعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. معقول ما سمعته الخبر؟ أي خبر؟ امرأة العزيز هذه اللي شايفة روحها واللي خشمها في السماء. كان من آخر أمرها أنها تراود فتاها، غلامها الرقيق والعبد الذي عندها، تراوده عن نفسها. انظروا لهذا المستوى من الانحطاط والانحدار، هكذا يقولون. قالوا: لا، قد شغفها حبا، يعني استقر حبه في قلبها، تحب هذا الفتى الفقير العبد المملوك عندها، قد شغفها حبا، إنا لنراها في ضلال مبين. أيضا نقلت هذه الأخبار وما يعني دار في مجلس النسوة، أيضا نقل بالطريقة الأولى عن طريق الجواري والخدم الذين يخدمون هذه المجالس، نقلوا هذا الخبر إلى امرأة العزيز أن النساء يقولن فيك كيت وكيت. هذه ما هي بسيطة هذه، فأرادت أن تمكر بهن مكرا عظيما.
قال الله تبارك وتعالى: فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأة. قامت بإعداد وليمة، جلسة صفة كما يقال في أحد البساتين، ثم هيئت طعاما من جملته فاكهة، قال بعض أهل العلم هي الأترجة أو الأترج في جمعها، وهذه الفاكهة مثل أشبه بالكيوي، تمام؟ يعني لا تؤكل أو لا يمكن أن تؤكل إلا بعد أن تقطع، هي متعمدة، يعني ما وضعت لها مثل التفاح أو العنب أو الموز. فاكهة من الممكن أن تؤكل دون أن تقطع بالسكاكين، لا، تعمدت. انظر إلى مكرها أن تضع فاكهة لا تؤكل إلا بعد أن تقطع بالسكاكين. ثم وضعت السكاكين الحادة عند هذه الفاكهة، واتفقت مع جاريتها بعد أن أمرت يوسف أن ألبسته أحسن. طبعا يوسف إلى الآن ما أدري إيش القصة، يعني وهو لم يعلم ما الذي همت أو الذي عزمت عليه امرأة العزيز سيدته، هو يعني عبد مملوك، البس يلبس، اخدم يخدم، اعمل يعمل. فأمرته أن يلبس أحسن الثياب، وظهر في أحسن صورة، يعني هو خلقة يأخذ بالألباب. وأيضا بالغت امرأة العزيز في تزيينه وتجميله بالتعطير والثياب عليه الصلاة والسلام. ثم اتفقت وجاريتها أنها إذا أعطت إشارة معينة أن تدخل عليهم يوسف، وطلبت من جاريتها أن تحرص ألا يخمر وجهه، لأن كما قال أهل العلم والعلم عند الله عز وجل أن يوسف بعد قصته مع امرأة العزيز كان يحرص أن لا يظهر في مجتمع، خصا على امرأة العزيز أو غيرها، إلا وقد خمر وجهه حتى يسد أسباب الفتنة. المهم، جلست امرأة العزيز مع النسوة، وعندما أخذنا السكاكين وشرعنا في التقطيع الفاكهة أعطت الإشارة المتفق عليها، فدخل يوسف عليه الصلاة والسلام يريد أن يقدم شرابا أو طعاما لهن، فعندما رأينه أكبرنه، أي قلنا الله أكبر، وقلنا حاشا لله ما هذا بشر، مستحيل أن يكون هذا بشر. قال الله تبارك وتعالى: إن هذا إلا ملك كريم، أكيد هذا ملك من الملائكة، استحالة أن يكون إنسان من البشر من الإنس بهذا الجمال، مستحيل. قال الله تبارك وتعالى: فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن، بدل من أن يقطعن الفاكهة قطعن أيديهن أصابعهن. طبعا تقطيع اليد مؤلم ولا مؤلم يا جماعة الخير؟ مؤلم، أكيد مؤلم، خاصة بالنسبة للمرأة، يعني بطبيعتها رقيقة فهذا التقطيع قطعن أيديهن أصابعهن والدماء تسيل وهن مستمرات في التقطيع، وقد بهرن بصورة يوسف عليه الصلاة والسلام. يعني هذا يدلك حقيقة، هذا التصوير القرآني فيه، يعني لك أن تتخيل، أن تطلق لنفسك ومخيلتك العنان كيف كان جماله عليه الصلاة والسلام، أن يبلغ الحال بالنسوة أن يقطعن أيديهن وهن لا يشعرن بالألم. طبعا امرأة العزيز متعودة على يوسف، فأخذت تنظر إلى النسوة وكأنهن قد صعقن، كأن على رؤوسهن الطير من الجمال الأخاذ ليوسف عليه الصلاة والسلام. فقالت امرأة العزيز: انتبهوا لأيديكن، فعندما عدنا إلى رشدهن قالت امرأة العزيز: فذلكن الذي لمتنني فيه، فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم
ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. يعني إلى الآن مصرة هذه المرأة على أن يفعل يوسف بها الفاحشة وحشاء عليه الصلاة والسلام. بل ذكر أهل العلم والعلم عند الله عز وجل أن النساء الآن أصبحن يعن امرأة العزيز ويطلبن من يوسف عليه السلام أن يلبي رغبة امرأة العزيز. فاجتمعت عليه هذه الفتن، وليس بعد فتنة المرأة من فتنة أبدا على الإطلاق. والذي يقول غير هذا الكلام واحد من اثنين، إما رجل فيه، إما أنه ليس برجل أصلا طعن في رجولته، أو إنه إنسان مكابر. مستحيل، هذه فطرة قد جعلها الله عز وجل في نفس الإنسان. من الممكن أن يصمد الإنسان أمام الفتن المتعددة، ولكنه من الصعب جدا أن يصمد أمام فتنة النساء. وهذا الذي قاله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ولذلك هذا الذي نقوله دائما، ويقوله غيرنا ومن هو أفضل مني، أنه يطلبون من المرأة أن تحرص على حجابها، لأن حجابها صمام أمام للمجتمع. بعض الناس يضحك عندما يسمع يقول: ايش دعوة صمام أمام؟ ايش مسوي انت؟ ايش دعوة عادية بير نفط الآن صمام أمام المجتمع؟ إيمو لجهلك أنت متفاهم الكلام، لجهلك أنت متفاهم الكلام، لأنك لا ترى الغايات والمآلات. من الممكن امرأة واحدة، من الممكن امرأة واحدة أن تفسد مجتمعا بكامله، ممكن. ولذلك فعلا الحجاب صمام أمان للمجتمع. إذا المجتمع انتشرت فيه الفضيلة وسدت أسباب الفتن، لا شك أنه سيكون مجتمعا آمنا متقدما حريصا على العلم والتقدم والتطور. أما أن يكون الإنسان همه وشغله الشاغل شهوة بطنه وفرجه، أي مجتمع هذا؟ ولذلك فتنة عظيمة هذه اجتمعت على يوسف عليه الصلاة والسلام. عندها يعني خير، كأنه خير بين أمرين اثنين. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. قال الله تبارك وتعالى: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. يعني العزيز كان فيه شيء من الحكمة، وطبيعي يعني هو لم يصل لهذا المنصب أن يكون رئيس الوزراء في ذلك الزمان إلا أن يكون متصف بصفات يعني تميزه على غيره، ومنها الحكمة وبعد النظر. فعندما رأى أن فتنة يوسف أصبحت الآن هذه المشكلة، أصبحت مشكلة بدأت تتناهى وتكبر، كانت في السابق فقط في بيته ومع زوجته، الآن أصبح لا، أصبح كل امرأة الآن من النساء هؤلاء تحاول بشتى الطرق أن تنال ما تريد من يوسف، فأصبحت المشكلة كبيرة. فلذلك رأى هو وزوجه أن يسجن، أن يبعد إلى حين تنتهي المشكلة ويعقلون هذول المخابيل. ففعلا هذا الذي قام به عزيز مصر، أنه أدخل يوسف السجن ظلما وعدوانا، سجن. وأيضا سجنوه ليظهروا للناس أنه هو المتهم، لأن الكلام انتشر خلاص، أصبح الآن الموضوع هو حديث الساعة. يعني كأنك أينما تذهب في مصر في مجلس، سواء من الرجال أو من النساء، ليس لهم حديث إلا هذا الحديث. فبسجن يوسف أولا يحقق الهدف الأول، وهو أن يقطع دابر هذه المشكلة ببعده وسجنه.
فلا سبيل للنسوة أن يصن إليه، والأمر الثاني ليظهر للعامة أنه هو المخطئ، ولذلك سجن، فتبرأ ساحة امرأة العزيز ومن معها من النساء. دخل يوسف عليه السلام إلى السجن وكان مشتغلا في سجن بالعبادة والطاعة ويظهر حسن الخلق والتعامل مع المساجين، وهذا الذي ينبغي للمسلم أن يكون كالغيث أينما نزل نفع. ثم دخل معه السجن فتيان، أحدهما ساقي الملك، الملك مو العزيز، الآن ظهر اسم الملك ويقال إن اسمه الريان ابن الوليد، هو الذي كان ملك مصر في تلك الحقبة. فهذا الساقي ساقي الملك ربما أنه أخطأ فسجن، وكذلك خباز الملك ربما أنه أخطأ فسجن، فكان مع يوسف في زنزانة واحدة. فأعجب أبو يوسف عليه السلام من ما رأوه من عبادته وصلاحه، فرأى يا رؤيا، رأى أحدهما الساقي أنه كأنه يعني يحمل حبلا، وفي هذه الحبل وفي طرف هذا الحبل ثلاث عقد، فرأى رؤيا أن كأن هذه العقد نبت منها العنب ثم عصره، هذه رؤيا كما قال الله تبارك وتعالى، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، والآخر رأى كأنه يحمل على رأسه سلة وفيها من الخبز، وتأتي الضواري يعني الطيور الجارحة وتأكل من هذا الخبز. هذه خلاصة هذه الرؤية. فطلب من يوسف أن يعبر لهما، وفعلا وعدهما أن يعبر لهما هذه الرؤية، فعبر لهما يوسف عليه السلام، قال لساقي الملك أما أنت ستخرج من السجن وستعصر العنب وتسقيه للملك، فكان إشارة فيه على نجاته وخروجه، وقال للآخر الخباز أنت ستصلب، تعبير رؤاك أنك ترى طيرا تأكل من خبز فوق رأسك، تعبيرها أنك ستصلب وتوضع هكذا على باب المدينة وتأتي الطيور الجارحة وتأكل من رأسك. ثم قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، انتهى. ما ينفعك الآن تقول لا لا ترى أنا ما قصدت، أنا لحظة خلنا أغير شوي، خاصة بالنسبة للذي قال ستصلب، خلاص انتهى. ولذلك جاء الترهيب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني من يعني يرهبنا من الكذب في الرؤية، هذا حرام ما يجوز، واحد يقول والله رأيت كذا وهو كذاب. وكذلك الرؤية كما جاء في الحديث على رجل طائر، فإذا عبرت وقعت، فعبر وقال قضي الأمر الذي فيه تستب، انتهى سيقع الأمر ولو بعدين. وفعلا أخذ يدعوه إلى التوحيد وهو في السجن عليه السلام. ثم بعد ذلك جاء الفرج لهذين الرجلين. في طريق خروجهما قال يوسف عليه السلام لساقي الملك اذكرني عند ربك، يعني إذا ذهبت إلى الملك قل له أن في الحبس شخص مظلوم سجن لسنوات طويلة إلى الآن بدون محاكمة وبدون جرم أقترفه، إلى متى؟ فاذكرني عند ربك. فقال الله تبارك وتعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه، لما خرج هذا ساقي الملك وشاف الحياة وعافس الدنيا نسي السجن ونسي يوسف، قال الله تبارك وتعالى فلبث في السجن بضع سنين، 7 سنين قعد في السجن عليه السلام. وفعلا هذا الذي خرج صلب وأكلت الطير من رأسه كما أخبر يوسف عليه السلام. بعد 7 سنوات ويوسف في السجن عليه السلام رأى الملك رؤيا فقصها في مجلسه على جلسائه، قال الله تبارك وتعالى وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. رأى رؤيا كأنه يرى بقرات، عنده بقرات، 7 بقرات سمان، ثم جاءت 7 بقرات عجاف هزيلات، فالهزيلات أكلن البقرات السمينات، ورأى 7 سنبلات
خضر السنبلة المعروفة النبتة، وسبع أخر يابسات جافات. هذه رؤية. فقال لي الجلساء: ما تعبرها؟ طبعا كل اللي قاعدين ما حد يعرف، وليتهم قالوا ما نعرف. لا، لأن يعني كما هو معروف من سير الملوك والخلفاء، خصوصا يعني الذي يعني يكون في دينه رقة، يتضايق إذا سأل سؤالا ولم يجد له جوابا، أو يتضايق إذا طلب حاجة فلم يؤتى بهذه الحاجة، يتضايق. شوف حتى الآن بعض المدراء ومدير يعني مدير إدارة، إن طلب شيء وكان يعني صاحب حزم يهابونه، شوف في البيبان تصافق عنده السكرتارية، وممكن طالب أمر تافه، أمر ما له سالفة، من الممكن الكادر الإداري اللي عنده يعطلون مصالح المسلمين وبس، يدورون حق أبو فلان اللي يبي، ويا ويلهم إذا انتهى اليوم ولم يأتوه بما يريد. أظن أمثلة يمكن بعضكم كل ضحك أتوقع أنه عنده مدير كذي أو مر عليه. فالملك بطبيعة الملك إذا سأل سؤالا يكره أن لا يجد جوابا، يعني كان يقول شو حاط عندي أنا، مو مستشارين، خلاص أبي جواب. فعندما قال لهم الرؤية هم ما يعرفون تعبير، ولكنهم أرادوا أن يعطوه جوابا، يلا. فقالوا له: أضغاث أحلام. لا تهتم، هذه كلها أضغاث، يعني أخلاط، يعني حلم مخربط من الشيطان، ليس له تعبير رؤية، حتى يتخلصوا. عندها ساقي الملك فطن وتذكر بعد 7 سنوات من الذي أنساه؟ الله، لحكمة أرادها سبحانه وتعالى، ليزداد يوسف اختبارا ورفعة عند الله تبارك وتعالى. فقال الذي كما قال الله تبارك وتعالى: وقال الذي نجا منهما، يعني ساق الملك، وادكر يعني تذكر، بعد أمة، بعد فترة من الزمن، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، أنا طويل العمر، أنا اللي عندي، من يأتيك بتأويل هذه الرؤيا أرسل يا طويل العمر له في السجن وسأتيك. أرسله، أتى هذا ساق الملك ودخل على يوسف وقال: يوسف أيها الصديق، أفتنا في 7 بقرات، وساق عليه الرؤيا. فقال يوسف عليه الصلاة والسلام، شوف على طول عبر الرؤيا، وهذا فيه حقيقة ملحظ يدل على أخلاقه وكرمه وجوده عليه الصلاة والسلام. يعني في مكان يمكن يستغل الموقف يقول لا، يقول عندي تعبير رؤية بس طلع المسجن أول، طلع لا عطني قصر بعد وحط برصيد 10 ملايين، يعني يملطش الملك تملطش، وسيعطيه ما يريد الملك لا شك. وهذا الشخصية الانتهازية ابتزاز، وهذا ليس بأخلاق الأنبياء عليهم السلام، إنما قال الرؤيا، بذل هذا العلم بالمجان دون اشتراط. قال: تزرعون 7 سنين دأبة، تعبيرها ستكون ستقبل عليكم 7 سنوات فيها من الخير والبركة، فاستغلوها، فازرعوها يعني زراعة جيدة، ولا تتركوا شبرا إلا وفيه زراعة. يعني كأنه يقول تعميم ملكي، مرسوم ملكي على الرعية، أن كل من كان في حوزته أرض فليزرعها استغلالا. تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله، خلوه الحب، لأن الحب إذا أخذت من سنابله يفسد بعد فترة، فذروه في سنبله في غطائه إلا قليلا مما تأكلون، فقط خذوا يعني كما يقال سياسة شد الحزام، الترشيد، لأن ستأتي عليكم بعد ذلك 7 سنوات عجاف لا تكادون أن تجدوا أو أن تحصدوا حبة واحدة، فانتبهوا. وفعلا عملوا بهذا الأمر، ثم زادهم
بعد السنوات السبع. قال ثم يأتي بعد من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون لكثرة الثمار. وقيل والله أعلم أن هذا ذكره عن طريق الوحي، وإلا الرؤية ما ذكرت العام الذي بعد السبع سنوات. خرج هذا ساق الملك كما يقال، وطار في هذه الرؤية، تعبير الرؤية، إلى الملك وقص عليه الرؤية. طبعا رجل يقول هذا التعبير الاقتصادي الفذ بهذه الإدارة الحكيمة، لا شك أن موقعه ليس السجن، موقعه صدر المجالس وأن يقدم على المستشارين، هذا موقعه. وفعلا قال الملك، وقال الملك ائتوني به. من هذا؟ هذه درة مكنونة. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى الرسول، يعني رسول الملك، قال يوسف، شوف سبحان الله عزة النفس والكرامة، قال ارجع إلى ربك، ارجع إلى سيدك، إلى ملكك، أنا ما أطلع بهذه الطريقة، لا أخرج إلا بعد أن تظهر براءتي على رؤوس الأشهاد صلى الله عليه وسلم. قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. بس عطى الشفرة هذه، قل للملك، قل له خلي يسأل. وطبعا ملك مجرد أنه يوجه سؤال للوزراء على طول يكون طلبه أمرا وسيأتوه بتفاصيل التفاصيل. قال بس فقط قل له ايش قصة النسوة، هو سيعرف الموضوع كله. فجاء هذا الرجل وقال للملك، وفعلا الملك يعني بحث في الأمر، فبدأت خيوط القصة ثم تفاصيل ثم اتضحت الصورة التي وقعت قبل سبع سنوات. قال الملك عندما جاء بالنسوة التي كنا سببا في حبس يوسف، قال الملك ما خطبكم إذ راودتن يوسف عن نفسه، شو القصة، فهموني بصراحة من المخطئ. قلنا حاشا لله، هنا يعني خلاص لابد من المكاشفة، قلنا حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء، أما هو رأيته بيضة كما نقول، رجل عفيف شريف طاهر حسن الخلق، لكن العيب فينا. قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. عندها تكلمت امرأة العزيز فقالت، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، خلاص الآن هذا الموقف كأنها تقول أقول كلمة لله، أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم من زوجها، ليعلم أني لم أخنه بالغيب، حتى يعلم أنه يعني كأنها تقول طيلة هذه السنوات وهو يعني شك أنه من الممكن وقع بيني وبين يوسف، لكن ليعلم أنه ما وقع بيني وبين يوسف سوء أبدا، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، ما دنس عرضه، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ثم قالت وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. جميل، جميل أن يتوب الإنسان، رائع أن يعرف الإنسان خطأه ثم يتوب إلى الله عز وجل، لأنه من تاب تاب الله عليه. ولذلك هذه المرأة كما هو مشهور بعد ذلك عندما يمن الله على يوسف ويخرجه من السجن سيتزوج امرأة العزيز بعد ذلك. طيب نأتي سريعا على ما بقي لنا. ثم قال الملك عندها ائتوني به أستخلص لنفسي، عندما عرف الملك وظهرت براءة يوسف قال الملك ائتوني به من السجن، هذا سيكون من خاصتي ومن خلص جلسائي. انظر سبحان الله كيف كرامة الله تبارك وتعالى لهذا العبد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فعلا عندما جاء لي الملك وكلمه الملك قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، أطلب يا يوسف قل ماذا تريد. قال يوسف عليه الصلاة والسلام قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه. خزائن الأرض عندهم بيت مثل بيت المال، ولكنه هذا البيت لا تضع فيه الأموال، يوضع فيه الطعام، يجمعون الطعام من الحبوب والثمار
التي تجنى من البلد ثم توضع ويكون عليه مسؤول يقسمها يفرقها مثل التموين شلون يقسمها على الرعية بالسوية وكما يرى. قال اجعلني على خزائن الأرض، اجعلني على هذا البيت بيت الطعام وبيت الميرة لأستطيع أن أدبر شؤون البلاد باقتصاد وبحكمة لنتجاوز بالبلاد سني الجدب التي ستقبل علينا. فأعطاه، وهذا حقيقة فيه يعني دليل كما قال أهل العلم على جواز أن يطلب الإنسان الإمارة، جواز أن يطلب الإنسان الإمارة والمنصب، يجوز للإنسان بشرط إذا علم من نفسه الأمانة وإذا علم من نفسه القدرة على القيام بهذه المسؤولية، بل قد يتعين عليه ذلك إذا لم يوجد غيره. يعني مكان مثلا واحد منصب، هذا المنصب لا بد يتقدم لأحد، الأولى بالإنسان يبتعد لأنه أمانة سيسأل عنه كما قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة، لا شك أنها أمانة سيسأل عن الإنسان، الأصل يبتعد. لكن لو وجد في نفسه قدرة وتحمل ويعلم من نفسه أنه سينفع الأمة من هذا الباب، هنا يجوز له هذا الأمر ويتعين عليه إذا لم يوجد غيره كفءا لهذا المكان. هنا لابد إنه ما لا يتم الواجب إلا فهو واجب، لابد أن يتقدم ولا يسعه أن يتأخر. اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. أنا كان بودي حقيقة أن نكمل القصة ولكنني يعني أتعبتكم وشعرت أيضا بشيء من التعب، فحتى لا يمل الكلام وينسي بعضه بعضا نقف إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذا الوقوف أظنه جيد، وهو خروج يوسف من السجن وتوليه خزائن مصر. نقف إن شاء الله عند هذا، وللحديث بقية غدا إن شاء الله تعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم وأعلم، والحمد لله رب العالمين.